الليلة رح نحكي جالس كرمالة، مش مهم قديش بتبعد المسافات، المهم إنه نعمل واقع أحسن ولو حتى بخمسة بالمئة. بموت إذا ابني بيسافر، أنا بموت. أم اللبنانية هي الحاملة البلد على كتافها وموقفته على إجراه. إذا بي بيضربها بحطه بالحبس، بي. لأنه قانون يحميها مثل الخلق صار لنا سنين ما عم نقدر نوصل. عذاب الولد مقبل أهله صعب كتير، بحب شوف عيونه، عيون أمي فيه. أعضائك من بعد ما تموت منك بحاجة لها، بس غيرك بيكون ميت عليها. أنا اليوم بدعي الحدا مآمن بهيدي الرسالة إنه يتبرع بأعضائه.